إذا تملك سيارة أكسنت ولاحظت بلي غطاء تاع لي سوباب عادي توسخ ويخرج الزيت كما راكم تشوفوا ترسبات، وثاني كي تلوث السيارة تاعك تلاحظ بلي كاين خروج دخان أبيض من العادم خلف السيارة. أخي اعلم بلي راه عندك قطعة اللي هنايا درك نحوها ونشوفوها مع بعضات، اللي هي لو رينفلار، اللي هي مبوشية، اللي هي مسدودة. إذا سدت هذه القطعة واش تعود دير؟ تعود دير عدم التيراج، دير دخان أبيض في العادم خلف السيارة، دير تسريب زيت كما راك تشوفوا في الغطاء تاع الكاش سوباب، دير مونك التيراج، وايضا دير هذاك الكليكتي كليكاج كما يقولوا او الغرغره. لازم تنحو هذه القطعه وتقفلوها لخاطرش هي الانف تاع المحرك، وكي توسخ تخلي الغازات هما اللي يقموا المحرك، ما تخليش المحرك ينوض براحته، الغازات راح يخنقوا ويجيفوا المحرك كما يقولوا. هذاك الدخان يبقى اسفيكسي الموتور ويقع فيها خروج الزيت كما راكم تشوفوا والاشياء اللي قلتهم سابقا. دركا نحوه ونشوفوا. نحو هذا البولون اللي هنا ونزيدو نحو هذا. من بعد نطلعوا هذه تاع الصرغاز، طلعوها ونحو الكليبس هذا. هذا هو الرينفلار تاعها. نحو بمفتاح فرش 14 كما تشوفوا. من بعد ندورو. شوفوا الترسبات كيفاش راهو اكحل. شوفوا لهنا ثاني راهو اكحل، وكين نحركوه ما يديرش حس. هذا معناتها راهو مسدود، فيه انسداد. شوفوا الداخل واش كاين في وسطه، مسدود نبان والو. واش لازم دركا؟ لازم نغسلوه بالنظاف، نديرو شويه نظاف ونغسلوه. شوفوا ثاني الداخل كيفاش راهو فيه مسدود، وكي نحركو ما يديرش حس. شوفها ما موش يدير في الحس. دركا نغسلو وتشوفوا كيفاش يعود يدير. شوفوا دركا كي نقيتها، شوفوا كيفاش كانت عاد تبان واش كما قبيله. دركا نسمعوا الحس اللي ديرو. من قبيل ما كانش دير في الحس، سما راهي مليحه، كان لازم الا ركبها وخلاص. تركب كالعاده ساهل هنايا. هذا مكان في التنقية، قلت لك انا نظفتها باكسبريس ولا بنظاف او بلاصيد، من بعد نقوها بالماء ومن بعد ديروا ليسونس وشويه هواء. هذا مكان تحبوا تلقوا ثاني بالفريتوكس، بصح فريتوكس ما ينحيش. خلاص هذا مكان. واش انا وريت لكم برك، انا هذا المحرك راه راح ندير له صيانه عامه ريفيزيون جينيرال، واقتنبت الفرصه قلت نوريكم كيفاش تنقوا هذا الرونيفلار. هو كما قلت لكم اللي يدير المشاكل اللي قلتها لكم سابقا.
خير ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنساوا تشتركوا في قناه يوتيوب حميد مكاني. سلام.